قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. تعين العدل بين الأولاد، وأنه ينبغي أن يكون الأب كذلك، ويعقوب عليه السلام كان كذلك يعامل ولده بالعدل. وقد يغلب المرء في شيء من المحبة لبعض الولد لسبب أو آخر، قد يغلب على شيء من ذلك، وربما تظهر يعني هذه المحبة أو يظهر أثرها فيولد في نفوس إخوانه شيء من الحسد لأخيهم على ذلك، على ما خص به من محبة قد يغلب عليها الأب، قد يغلب عليها الأب. ولا يقال في هذا المقام لم يعدل، فالعدل فيما يملك الإنسان، فيما بيده قدرة على قسمه بين ولده ومساواة ولده بذلك. لكن هناك أمور الذي هي في القلب، قد يحصل مثلا أمور معينة يغلب الإنسان عليها ويكون في قلبه ميل أكثر بسببها، فهذا الذي يظهر. وعلى كل يعني العدل بين الأولاد هو من أعظم أسس التربية، أعظم أسس التربية وقواعدها، بل التربية لا بد فيها من هذا الأساس، العدل بين الأولاد. وإذا عدل بينهم فاز أولا هو بالعاقبة الحميدة، لأنه إن أراد أن يكونوا بالبر سواء فليعدل بينهم، لأنه إن آثر بعضهم فإنه يعوق الآخرين عن الإحسان في بر والدهم. وإن أراد أيضا الأب أن يكون الإخوة بينهم على صفاء ونقاء فليعدل بينهم. ولهذا يعتبر العدل بين الأولاد قاعدة أساس مهمة جدا في التربية والتأديب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه قاعدة أساس لا بد منها في التربية.